لحد ما مره عايز اقول لك انا كان بعمل اعلان، ده كانت اول حاجه اطلع فيها، وكنت طالع برضو في الاعلان ده رايح ان انا بعمل في وسط المجاميع اللي قاعدين في محل اكل. يعني هو الشوت في مطعم وانتوا الناس اللي قاعدين بقى في المطعم، قاعدين في المطعم بس المفروض بقى في شوت كده بياخدوه للبطل وهو قاعد والبنات داخلين من الباب، خمس بنات لبنانيات. فالبطل قاعد عمال بيضحك وبيشاور للبنت وبتاعه، فيشاء القدر يعني انا ما كنتش موجود في الشوت ده. قاعدين احنا بقى فوق كده وقاعدين ماسكين كل واحد شنطته فيها هدومه وبتاعه، وقاعدين بنتفرج عليهم من فوق وبتاعه، وعمالين بقى كان معايا واحد صاحبي هو نجم كبير دلوقتي بس مش هينفع اقول اسمه، يمكن هو مش عايز. اول حرف من اسمه لا مش هينسي. تضغطيش عليا. لا اضغط. تضغطيش. هو ممكن ما يكونش عليها، في ناس ما بتحبش. المهم فبقول له هو احنا ممكن في يوم من الايام نبقى زي محمد يعني، ممكن نبقى نجوم كده اعلان. فابتدى هو الواد مش عارف احنا كانت عينينا وحشه ولا ايه، الواد ابتدى يغلط وابتدى المخرج يزعق له، واحنا كل ما المخرج يزعق له احنا قاعدين فوق مبسوطين فيه والله العظيم. لحد ما كان استاذ طارق العريان هو المخرج بتاع الاعلان ده، فطارق العريان قال له يا ابني مش عارف تقول مش عارف ايه، اضحك اضحك، وبيعمل كده. فسبحان الله بيعمل كده لقاني ايه واقف فوق، فقال لي تعالى يا ابني تعالى اسمك ايه؟ فقلت له اسمه اسمع يا امير استاذ طارق وبتاع. قال لي هتعرف تقعد هنا وتشاور؟ قلت له بص جربني انا مستني بقى اي فرصه، انت فاهم؟ طبعا راح فقعدت فبشاور فبضحك وبتاع، فطارق قال لك هايل يلا تعالى ناخد الشوت اللي بعديه. قلت له ايه ده يعني انا اللي بقيت البطل؟ والراجل بقى حرام البطل بقى واقف على الكاشير اللي هو بيحاسب ابو كاب ده. فالحمد لله كانت نقطه في نقطه التحول برده كانت في الاعلان، في الاعلان في مجال الاعلان. هو الاعلان ده. قول لي بقى علاقتك ايه بالسوشيال ميديا امير كرارة؟ لا السوشيال ميديا انا بقى ده عايز اقول لك ان انا ما فيش خالص، وعايز اقول لك انا عندي مشكله كبيره مع موضوع السوشيال ميديا بصراحه. انا بزعل قوي بجد لما حد بيشتمني. ده انا عايز اقول لك يعني في ناس ممكن تستغل ده وتطلع تشتمني عشان عارف ان هي بتضايقني لو ما بتحبنيش، انت فاهم قصدي؟ انا واحد من الناس مش بزعل على ان انت تشتمني او ما بتحبنيش، انا بزعل اللي هو طب يا عم انت ما بتحبنيش مش لازم تخش تشتمني. انا بزعل ان انت مثلا لما تيجي انزل صوره مثلا، يعني عايز اقول لك في صوره نزلتها كانت لسه من اسبوعين، عايز اوضح بس للناس حاجه. انا داخل مسافر الساحل فلقيت شابة لطيفة جدا جدا واقفة في الكارتة شباك الكارتة وبدفع، بسطت قوي والله العظيم بسطت جدا. فقلت لها ممكن اتصور معاكي؟ قالت لي ايه انت اللي؟ قلت لها انا نفسي اتصور معاكي. اللي هي بتشتغل في الكارتة قصدك؟ في الكارتة. فقلت انزل. انا ما كانش قصدي حاجة وحشة باللي انا قلت، انا قلت عشان الشباب العواطلية اللي قاعدين في بيوتهم وفي ستات واقفة بتشتغل في الشباك. ابتدت كم ناس تدخل، اصل انت مش حاسس بالشباب، اصل انت عشان مش عايز. يا عم هو انا بقول لك انت؟ انا بتكلم على في فرق ما بين راجل عواطلي مش عايز يشتغل وفي راجل عاطل مش لاقي شغل او لسه ربنا ما كرموش بشغل كويس. فابتدت الناس تشتمني. فابتدي انا بزعل بقى ليه؟ لما مثلا مراتي تخش تتفرج ان حد شتمني شتيمه وحشه جدا، ولا ابني يخش طب ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ فاهم؟ فابتديت اتعلم مثلا اقول لهم طب خلاص انا مش هنزل بقى صور تاني. يعني ده انا يعني عايز اقول لك نزلت صوره مش عارف انا ومراتي عشان عيد ميلادها، واحد داخل بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. ايه ده والله العظيم ما بتش عارف ليه. ايه صوره دي اللي اتشتمت عليها؟ انت فاهمه؟